حلقة اليوم في سلسلة أغرب كائنات الكوكب تقودنا إلى مخلوقات غريبة من فصيلة البنيين أو ما يعرف عند السكان المحليين بالقهويين. يشبهون جنس البشر ولكنهم خليط بين الإبل وطائر اللقلق. يتميزون بتحفيفة غريبة ولا يمشون إلا في قطيع أفواجاً أفواجاً. أقبل الصيف، طلعت درجة الحرارة وحان موعد إحياء التقاليد. يذهبون إلى البحر في كورتاج ويغلقون الأطرود. يشغلون في سياراتهم موسيقى فاحشة تخدش الحياء، والبليزير تاعهم عندما يزيدوا للمدياع آفون ويجبرون كل الناس على سماعها معهم. يحبون الخروج من الطاقة أو الطواغ ليعلم كل المواطنين أنهم ذاهبون في نزهة. وصلوا إلى الشاطئ وحان موعد التزاوج. يبدأ الذكور بترصد الإناث، وأي إناث؟ فتاة أحلامهم هي السوسيالة والتي تسحر حبيبها بالمقروض، والتي لا يتعدى مهر زواجها 10,000 فليكسي. في العادة تكون مع أمها الجادورة والتي تتصر البحر كامل من أجل تزويج ابنتها. يمر القهويون ذهاباً إياباً أمامها منفخين صدورهم كأنهم عندهم الباك. هوايتهم المفضلة التشقلبات الأكروباتية والتشبيكات في الموجة الصغيرة أمام العائلات، حيث أن البليزير تاعهم عندما يشبكون بوجوههم ويأكلون الرمال. حان موعد إخراج القهويين لآلاتهم المفضلة، إنها الدربوكة، وبدأوا يطبلون ويجينيو في خلق الله. يبدأ الجنس القهوي في الرقص والتمايل بحركات غريبة للفت انتباه الإناث. أخطر من هذا، هناك من طلع لهم سخانة ويبدأوا يديروا لي بومب أمام العائلات. قد تسخن لهم الفرفارة في أي لحظة، وبدون سابق إنذار يبدأون في الصراخ. حسب دراسات أجريت على قهوي، وجد في مكان مخه فضلات، وبعد أخذ عينة اتضح أن الجنس البني يعتقد أن الناس أنتيريسي به، ويعجبها الحال كي يدير هذه الطقوس. ينتهي اليوم الجميل في البحر بدبزة كبيرة مع مجموعة أخرى من القهويين. تستعمل فيها كل أنواع الخناجر والسبان أمام العائلات، حيث لا يخافون الدخول إلى الحبس لأن الإنسان البني يتفاخر بعدد الججمات، وله بليزير كي يكتبوا عليه أبناء حيه في الفيسبوك. الله يطلق سراحه. إنه موعد الدخول إلى المنزل. تركوا مكانهم في الشاطئ بكل أنواع الزبل، وحان وقت ممارسة طقوسهم الأخيرة، وهي أنهم يقاروا في طريق العودة ويعاودوا ينحوا حوايجهم ويرقصون أمام السيارات المغادرة للشاطئ. بقي أن نقول أن الجنس القهوي لا يتعلق بلون البشرة ولا بضاحية سكن. قد تكون قهوي حتى لو كنت ناصع البياض، وحتى لو عشت في أرقى الأحياء، فالقهوي فكرة والفكرة لا تموت.